عشر علاجات طبيعية للتخلص من مشكلة ترهل جفون العينين في دقيقتين. يخضع عدد كبير من الناس سنوياً لعمليات جراحية لرفع جفون العينين المترهلة، آملين في الحصول على مظهر أكثر شباباً. وقلة هم من يعلمون أن بإمكانهم بالفعل تدبر هذه المشكلة في المنزل مباشرة. كل ما تحتاجين إليه هو عدد قليل من المكونات البسيطة الفعالة لتحقيق نتائج فورية. ولكن قبل أن نتجه للمطبخ للبدء بخلط هذه الوصفات السحرية، لا تنسى النقر على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتنضم إلينا في الجانب المشرق للحياة. 1. الخيار. هذا قناع طبيعي للعين تشاهدينه طوال الوقت في الأفلام، أليس كذلك؟ حسناً، هناك سبب يكمن وراء ذلك. كما ترين للخيار سلاحان سريان، وهما حمض الإسكروبيك والكافئيك، اللذان لا يشدان البشرة فحسب، بل يقللان أيضاً من الالتهاب، إضافة إلى غنى الخيار بالبوتاسيوم وفيتامين سي، مما قد يساعد أيضاً في حل مشكلة ترهل الجفون. ولتحصل على هذه التأثيرات المذهلة جميعها، ضعي شريحتين من الخيار المبرد فوق عينيك ودعي سحرهما يعمل لخمسة عشر إلى عشرين دقيقة. 2. الشاي الأخضر. للشاي الأخضر خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يجعله ذو منافع كبيرة لجسمك. ولكن يمكن لهذا العلاج الطبيعي مساعدتك أيضاً ضمن نطاق الجمال، بما في ذلك التخلص من الجفون المترهلة. يعمل البولينيفول الموجود في الشاي الأخضر على مضاعفة التأثير عن طريق تحسينه لمرونة البشرة. إذا إن كنت تحاولين إدراج الشاي الأخضر ضمن روتينك التجميلي، فكل ما عليك فعله هو تخمير بعض الشاي والانتظار إلى أن يصبح بدرجة حرارة دافئة ملائمة للاسترخاء وتدليك جفونك به لعشر دقائق مرتين أسبوعياً على الأقل. أو يمكنك دائماً شرب المزيد من الشاي الأخضر فحسب. 3. مكعبات الثلج. ليس لديك الوقت لوضع شرائح الخيار أو تخمير الشاي الأخضر؟ حسناً، إذن ليس عليك سوى إحضار بضعة مكعبات من الثلج. يعمل الثلج على تقليص حجم الأوعية الدموية، مما يقلل من التورم والانتفاخ حول العينين. كل ما عليك القيام به هو وضع مكعبات من الثلج على جفونك من 5 إلى 10 دقائق، وستلاحظين الأثر على الفور. كما ويمكنك أيضاً غسل وجهك بمكعبات الثلج أو الماء البارد، سيعمل هذا على شد بشرتك وتقليل الترهل حول عينيك. 4. الألوفيرا. للألوفيرا خصائص مضادة للأكسدة فريدة من نوعها، وهي مفيدة للغاية لانتفاخ الجفون وإحمرارها وترهلها. يعمل هذا العلاج الطبيعي على شد بشرة الجفون وجعلها أكثر مرونة. ولتشاهدي النتائج بأم عينيك، ليس عليك سوى إحضار بعض هلام الألوفيرا وتدليك الجفون به بلطف لخمس دقائق. ولكن تجنبي الضغط بشدة، فمنطقة العين حساسة للغاية ويجب توخي الحذر عند التعامل معها. بإمكانك كذلك وضع قليل منه على رموشك لإبقائها رطبة ومساعدتها على النمو. 5. زيت الزيتون. يعرف زيت الزيتون بغناه بالمواد المضادة للأكسدة الضرورية للحد من الترهل حول العينين وترطيب البشرة بهذه المنطقة والتحسين من مرونتها. وللقيام بذلك عليك تسخين حوالي 3 ملاعق من زيت الزيتون إلى أن تصبح دافئة لا ساخنة، ومن ثم دلكي بها جفونك واتركيها طوال الليلة، وعندما تستيقظين اشطفي عينيك بالماء البارد. وتهانينا، ستبدين منتعشة كظهرة أقحوان. 6. زيت جوز الهند. هذا نوع آخر من الزيوت التي تساعد كثيراً عندما يكون الأمر متعلقاً بالجفون المترهلة، وهو زيت جوز الهند. يعتبر هذا الزيت عاملاً طبيعياً مضاداً للجراثيم والفطريات، كما ويتيح لك التخلص من تأثير الجفون المترهلة لقيامه بترطيب البشرة الحساسة وتجديدها في تلك المنطقة. ومجدداً قومي بتدفئة حوالي 3 ملاعق من زيت جوز الهند ودلك جفونك بها واتركيها طوال الليل أثناء تواجدك في عالم الأحلام. ولكن لا تنسي غسل وجهك بالماء البارد عند استيقاظك في صباح اليوم التالي. 7. بياض البيض. يعتبر بياض البيض واحداً من أفضل المنتجات الطبيعية عندما يكون الأمر متعلقاً بالجفون المترهلة.
فكما تعلمين يجف بياض البيض ويتقلص، مما يساعد على شد البشرة وجعل الجفون تبدو مرفوعة على الفور. لذا حرصي على أن تكون جفونك نظيفة وجافة، وضعي عليها القليل من بياض البيض. يمكنك أيضا إضافة القليل منه أسفل العينين لإزالة الانتفاخات. انتظري إلى أن يجف تماما واغسليه بالماء البارد وانتهينا. 8. شاي البابونج. ربما قد وصلتك الرسالة الآن بأن مضادات الأكسدة والمنتجات الطبيعية ذات الخصائص المضادة للالتهابات هي ما تحتاجين إليه في معركتك ضد العيون المترهلة والمنتفخة، ولهذا السبب يمكن لشاي البابونج مساعدتك هنا أيضا. لذا في المرة القادمة التي ترغبين بها بإعداد شاي البابونج لك ولصديقتك، أحضر كيسين اللذين تم استخدامهما وضعهما في الثلاجة من 10 إلى 15 دقيقة، ومن ثم بوساطة ضعهما على عينيك. انتظري ل15 إلى 20 دقيقة وهذا كل شيء. وللحصول على نتائج أفضل لا تنسي جعل هذا الأمر عادة ضمن روتينك التجميلي. 9. الكريم الطبيعي للعين. التخلص من الجفون المترهلة أمر في غاية الروعة، ولكن إذا كنت ترغبين بما يجدد حيوية عينيك فمن الضروري استخدام كريم العين هذا المنزلي الصنع. وأفضل ما به هو أنه بإمكانك الحصول على المكونات من متجر البقالة. ستحتاجين إلى 4 ملاعق من الزبادي و4 ملاعق من هولان الأوليفيرا وملعقتين من دقيق الشوفان وحبة خيار واحدة. ابدأي بتقشير الخيار وتقطيعه إلى 5 شرائح، ومن ثم اخلطي المكونات كلها معا إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة ولينة. ضعي هذه العجينة على منطقة عينيك لحوالي 20 دقيقة. سيتولى الخيار أمر الجفون المترهلة وسيرطب الزبادي بشرتك وستقلل الألوفيرا من الالتهابات. أما الشوفان سيمنح البشرة المحيطة بالعينين مظهرا مشرقا. استخدمي هذا الكريم اليدوي الصنع 2 أسبوعيا على الأقل، وانسي الجفون المترهلة للأبد. 10. تمارين العين. إذا كنت تبحثين عن تأثير طويل الأمد، فقد ترغبين بتجربة ممارسة تمارين العين التي تقوم بشكل أساسي على تقوية العضلات المحيطة بالجفون للتقليل بالفعل من آثار الترهل. هيا لنجرب إحداها الآن. أغمضي عينيك وضعي سبابتك على كل جفن وارفعي حاجبيك، والآن عدي للرقم 5 واضغطي بلطف على جفونك في كل مرة تعدين بها. هل أنت مستعدة؟ هيا. 1 2 3 4 5. حسنا، حاولي الآن فتح عينيك مع إبقاء بعض الضغط واستنتهين. كرري هذا التمرين 10 مرات يوميا وحتما ستحصلين على النتائج المرجوة. وهذه هي جميع العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في الحصول على مظهر مثالي للعين، ولكن لا تنسي أثر نمط الحياة الذي تتبعينه على هذه المشكلة. فعلى سبيل المثال، يؤدي الافتكار لقسط كاف من النوم إلى زيادة الترهل والانتفاخ، بينما يمنع ظهورهما القدر الكافي من الراحة. وينطبق الأمر ذاته على شرب مقدار كاف من الماء، فالحفاظ على الرطوبة أمر ضروري للحصول على بشرة جميلة متوهجة، ومنطقة العين ليست مستثناة من ذلك. لذا احرصي على شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا، وستلاحظين التحسن الفوري على بشرتك. أما بالنسبة لنظامك الغذائي، فحاولي الابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة، واستعيدي عنها بإضافة المزيد من الفاكهة إلى نظامك الغذائي، خاصة العنب، فهو غني بالريسفيراتول الذي يبطئ من شيخوخة الخلايا. وأخيرا، استثمري بشراء سيروم جيد للعين. سيكون لهذه المنتجات الطبيعية أثر جيد، ولكن باستخدام سيروم العين المناسب ستحصلين سريعا على عينين مجدودتين وبمظهر شاب. تذكري فقط وضع السيروم يوميا قبل الذهاب للسرير، وهكذا ستحصلين على أفضل النتائج يمكن أن يحققها. هل تعرفين أي علاجات أخرى للجفون المترهلة؟ أخبرينا بها في قسم التعليقات أدنى، ولا تنسي الضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع صديقاتك، إضافة إلى النقر على اشتراك لتبقي دائما في الجانب المشرق للحياة.